فوز مهم جدا. وكريم انا متشرف انه يعني قضيتني صدفه ان قلت معاك كذا مره في برنامجك المحترم قد ايه انا مقتنع بمشروع ارتيتا، وانه انا يعني دي مشكله المحليه، ممكن تلاقينا مثلا عندنا فرقه او اتنين بنشجعهم، لكن انت ممكن تشجع مدرب. انا ارسنال عمره ما كان فريقي، لكن حقيقه من ديسمبر 21 2019 وانا فعلا مقتنع بارتيتا جدا وفي ظهره، وحاسس ان هو ده مشروع مدرب كبير جدا قادم. هو الحقيقه برضه مش مستحمله اتنين جوارديولا. ما هقول لك بقى على حاجه، يعني طب انا مبسوط العباقره إنك... العباقره كتير قوي كده. هقول لك بقى على حاجه، انا مبسوط ان انت قلت موضوع جوارديولا. الحقيقه ده نتاج الصبغه اللي موجوده دلوقتي، هو لعب كلاعب تحت اداره فينجر، وفي التدريب تمرس من مدرسه جوارديولا، وشفنا حتى اول ما مسك في 2019 كسبه وعرف ياخد الكاس ويجيب اول سيلفر وير او اول يعني بطوله لارسنال اللي كان غايب عن خزائن البطولات. لكن لما تتفرج النهارده على ارسنال يا كريم، الحقيقه في الظاهر انه تلميذ جوارديولا، لكن كوره ارسنال بتتلعب هي كوره فينجر اللي كنت طول عمرنا بنشوفها بصبغه ارتيتا بطريقه ثانيه. النهارده واحنا متفرج على ماتش توتنهام، الحقيقه كريم الفريق بقى شرس جدا بدنيا، جداً. اكتر فريق كان بيتقال عليه في حتى في العصر الذهبي لفينجر ما بعد جيل 2003، انه دايما يتقال على ارسنال ايه بلغه الكوره او الانجليزي يقول لك ايه اكسبوزد، يعني فرقه دايما بتلعب كره هجوميه وهايبرد بريشر وجميله وبنقلوا الكره لحد ما توصل لاخر نقطه ويجيبوا هدف بجمله تمريرات كتيره، لكن دايما الدفاع مفتوح. النهارده في منظومه صلبه جدا في الدفاع. النهارده الفرقه بتلعب على فريق زي توتنهام قوي جدا بدنيا مع مدرب، اللعيبه كانت بتطلع تقول في ايطاليا مش قادرين نكمل التمرينه بتاعته بدنيا، وهو انطونيو كونتي بيتفوق شمالا وجنوبا وفي كل ارجاء الملعب عليه في البدني. صح. بيضغطوا على، خلي بالك اول حتى من اول الماتش انت بتغلط لعيب حارس لاعب 3 كاس عالم لوريس من كتر الضغط العالي والهايبر بريشر اللي عامله. بالتالي نتاج بالظبط، نتاج يا حوده، نتاج يا كريم الشغل من 2019 مرورا بدلوقتي، ارسنال يستحق انه يكون على صداره الترتيب. الحاجه الثانيه الاعجاز اللي عمله ارتيتا انه بيجاري وبيقارع دلوقتي في البريمير ليج انديه، مش هنقول السته الكبار، انديه بميزانيات مرعبه. مانشستر سيتي لو اتكلمنا حدث ولا حرج على سكواد ديبث يا كريم، انديه بارقام كبيره جدا. مانشستر يونايتد حتى اللي بيحاول يرجع صارف كتير جدا. نيوكاسل اللي دلوقتي دخل وسط الاربعه الكبار صارف حوالي 200 مليون. النهارده انا ليفربول بقى بيصرف كتير دلوقتي، ليفربول بقى بيصرف كتير وجايب نونيز وجاكبو بيكسر حاجز ال 100 وكده. وارسنال الوحيد ما عملش ده، قدر يتخلص في وقت قصير جدا في موسمين من حاجات يمكن ما شفناش ولا فينجر ولا يوناي امري قدروا يعملوها، نتخلص ان ما يبقاش فيه شلاليه في اوضه اللبس او في دراسنج روم. الكباتن بيختارهم على اساس انه حتى لو سنه صغير ده اللي ببني عليه المشروع، لما اختار ان اوديجارد يبقى ده المشروع اللي ببني عليه واللعيبه اللي حواليه كلها صغيره. اوديجارد لاعب رائع النهارده، جون بيفسر كل حاجه بشكل يعني عام، هو لاعب رائع. وعارف يا كريم الهدف يعني تتويج لاكتر لاعب صنع فرص من الاوبن بلاي من اللاعب المفتوح. فبالتالي فرقه قويه جدا. كل الناس بتراهن دايما على انه ارسنال اللي هيقع والسيتي اللي هيتصدر. النهارده السيتي هو اللي بيقع وارسنال ما بيسيبش الفرصه. صح. طيب. انتصف بس اقول لك حاجه سريعه جدا، انتصف الدوري خلاص. لعبنا كده الدور الاولاني، لعبنا نص السيزون، فرق 8 نقاط مريح لارسنال، لكن لسه الموضوع فيه كلام كتير جدا. طيب. في نص دوري كامل.